بدك تجاوب. ها اسالني. دقيقة يا شباب، سؤال بس، دقيقة دقيقة، اخترك سؤال تبي اسالك اياه، اي سؤال تبي اسالني. كم عدد صوت شباب؟ شباب يلا اسالني. كم عدد كفرات السيارة؟ صح انه صعب لكن الله يعينني ان شاء الله. كم عدد كفرات السيارة؟ اعطيك خيارات بعد. وش؟ 6 10 4. يلا. حلو السؤال، المفروض ان نضيف يا جماعه الخير. طيب السؤال يقول: من اهداف رؤيه 2030 رفع نسبه المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% الى 74%. اوكي، 75%، سهله، 76%، 77%. عد عد بالله. ما طلعت لل ما طلع لي ذا. تبي تمر غير السؤال؟ بغير غير. بيض الله وجهه. صدقوا له. ايش تبي سؤال؟ يا الله اخر واحد. انا يلا. ما كسرت خاطرك. رح تستاهل 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 تستاهل. ايش ورانا اسالك احنا. اي والله. سؤال يقول: من اهداف رؤيه 2030 رفع مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 27%، 28%، 29%، 30%. جاوب ممكن؟ هذا السؤال. 27%، 28%، 29%، 30%. غص راح مودك. لا حد يهرج، لا حد يتكلم، ترى اللي بيتكلم بيخصم منه 5000. عد بقى. أنا آسف. التايمر معك. ايش يقول؟ سؤال: من اهداف رؤيه 2030 رفع مشاركه المراه في سوق العمل من 22% الى 27%، 28%، 29%، 30%. يا الله احد يتكلم، ارجوك. تايمر معك، اعطوه التايمر. حتى ما اعطوك التايمر، اعداد ما اعطوك التايمر. ركز، عد السؤال عشان اعرف اقرا استوعب. اعيد السؤال والخيارات. خيارات. اعيد الخيارات. يقول 27%. ايوه. 28%، 29%، 30%. يا اخي غص 30. يا غير حمد غص 30% من غير ما يطلع التايمر وذا. من غير ما يطلع التايمر. اي 30. يستاهل، مبروك. شفت اول متسابق ما يطلع له التايمر واجاوب على طول. ايش رايك في الثقة؟ اخيرا 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 والله اعرف حظي. اخيرا مبروك. اعطونا مضمار. اعرف حظي. اعطونا مضمار. نقول له هبه وانقز انقز ذيبا. الصندوق يقول يا رب لا، يا رب تك، يا رب لا. خلوه يستانس بهالنقاط اللي جته. حلو. 500 600 700 800 من غير ذل الاخيره. 500 600 700 800 الظاهر داخل حراج. دقيقة، 500 اي من ناصر. من ناصر. هذه 500. حلو. جاوبت على كم؟ دقيقة، جاوبت على كم جواب؟ واحد. سؤالين وجوابين صح؟ اثنين. ما يدري. 600 ما يدري. 600 كلها. 800 و500 كم؟ 800 و500 1300. كم؟ 1300. 1300 1300 كم؟ أو 1000؟ 2300. 2300 حلوة. يا الله يا الله مبروك. طيب ايش جالس لي هنا؟ ايش ما عاد في شيء خلاص. طيب 100 1000 1000 وانا اخذت 2000. نعم. الان نصل الى
الجمهور اللي راح يهدي 1500